خلال هذا الالعاب، خصوصا بانه نذكر بانه المنتخب الوطني المغربي كيتواجد في المجموعه، وانه العناصر الوطنيه تمكن من تحقيق نتيجه ايجابيه. الاولويات ديال اللاعبين وكذلك الانعكاس ديال النتيجه ديال الفوز اللي تخلي الحظوظ تبقى قائمه للمنتخب. لو تم تسجيل نتيجه ايجابيه، خصوصا بانكم عرفوا العناصرين محترفين، الامر يتعلق بكل من ادم النفاتي، هودزيتش، ميركو ماريتش، رقم 13 ماريتش، ماغرادوفيتش، اكيد بانه النطق ديال الاسماء ديال المقوله جيد، ديال اللاعب محمد الشيحي، كره في وسط الميدان، منتخب البوسنه والهرسك اللي اكيد بعد الوطني المغربي دخل في المباراه بسرعه، حمزه مصدق، محمد الجعواني. الهدف الثاني اعتقد الوطني المغربي بجوج على صفر، اعتقد بانه حتى اللاعبين ديال ماغرادوفيتش هذه محاوله ولكن فقط عند اللاعب منتخب ليبيا، ايطاليا ومقدونيا. ما كاينش هناك خطا، كيسترجعوا اللاعبين ديال البوسنه والهرسك هذه محاوله، ولكن المنتخب الوطني المغربي اللي قلت بانه ذو عناصر بالبحر الابيض المتوسط بوفد قوامه 130 بعد عده اكيد اجتماعات تقييميه مع الجامعات الرياضيه الوطنيه، وكان الاعتماد يعني هو المعيار هو النتائج المحققه لهذا الرياضه. هناك ضربه خطا، تدخل ديال اللاعب محمد الجعواني، حكم في حديث مع محمد الجعواني، كان تدخل في حق اللاعب، لاحظوا تدخل ديال اللاعب، دخول ديال الدفاع، كانت تمريره في اتجاه عدنان الوردي، طريقه باش راوغ ادم النفاتي، يعني هناك شباب مع اسامه السعيدي، المنتخب التركي منظم هذه الدوره، فيما الجوله الثالثه غتكون يوم الاحد المقبل، غادي يواجه منتخب البانيا. كنتابعوا المره الاخرى التدخل القوي، لاحظوا التدخل يعني في اتجاه الرجل وليس في اتجاه الكره، وبالتالي كان تدخل يعني خارج على الروح الرياضيه. دقيقه، المنتخب الايطالي في مواجهه قويه امام المنتخب التونسي، الدور النصف النهائي ولكن انهزم امام المنتخب الايطالي، فيما فرنسا كانت انهزمت امام منتخب اسبانيا. هذه محاوله فائده المنتخب الوطني المغربي، ادم نفاتي، بناء هجومي لفائده العناصر الوطنيه، لاحظوا الطريقه باش لاعبين، فوز ديال المنتخب الوطني المغربي بالطريقه والاداء. هذه محاوله لاعاده كره القدم الوطنيه للواجهه الدوليه واعاده السمعه ديال كره القدم، خصوصا بعد العديد من النكت وهكذا المدى البعيد، واعتقد بانه المادة الخام مولونك. خطا محمد الجعواني، المنتخب الوطني المغربي، كانت تمريره نحو اللاعب وليد الكارتي، مره اخرى وليد الكارتي، محاوله جميله، وليد الكارتي شنو غادي يعمل، غيسداد تسديده دائما لفائده المنتخب الوطني، والميداليه الذهبيه كانت لفائده المنتخب الوطني المغربي، دوره 2009 التي دارت بمدينه بيسكارا الايطاليه. منتخب البوسنه والهرسك، ولكن طريقه جميله باش خدع الكره، محمد الجعواني، تمرير داخل مربع العمليات، وليد الكارتي مرة أخرى عند لاعب محمد الجعواني، تمرير تقصيرة باش لاعبين العناصر الوطنية. بإمكاننا نتابعوا العديد من المغربية أنه يحقق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء. مصدق ديالها الحقيقيه والسكات ديال المشاركات، الكره في وسط الميدان اليمنى، يمنوا الكره ترجع مره اخرى لفائده منتخب البوسنه والهرسك، الافضل خلال الجوله الثانيه، وبالتالي استثمار الاخطاء للاعب استعراضي. كره الان في وسط الميدان لفائده المنتخب الوطني المغربي، الميدان محمد الجعواني، محمد السعيدي،
لاحظوا بانه العناصر الوطنيه ما كتحاولش انه قلت بانه كره القدم بالبوسنه والهرسك طيله الدقائق ديال المباراه وحتى تحقيق ثلاثه ديال النقاط اللي غتكون مهمه في التمريره ديالو خاطئه مره اخرى. ادين سيفا كتضيع الكره من اللاعب امين هودزيتش اللي كان وراء بانه بدر الدين بن عاشور كيمشي في نفس الاتجاه في نفس الطريق. كتصبح لفائده منتخب البوسنه والهرسك كيلعب الكره ترجع مره اخرى لفائده امين هودزيتش كتضيع منه. هناك خطا الحكم خلى الامتياز مادام الكره دايماتي كيلعب كره جميله مره اخرى. ادم نفاتي في تمريره قصيره مع محمد الجعواني ايطاليا بمجموع 1967 بلاد عربي ومصر في الرتبه السابعه اللي محقق من مجموعه بخمس ميداليات فقط ثم اماره موناكو. ب ادم النفاتي طلب على الكره في الجهه اليمنى بالفعل خدع الكره ادم النفاتي شنو غادي يعمل ادم النفاتي خاد عاد الكره طريقه جميله باش جات دفاع كي بعدها كترجع مره اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. ادم النفاتي كل المحاولات الهجوميه كتمر امام اربعه ديال المدافعين وبالتالي كتضيع منه الكره. هجومي للمنتخب البوسنه والهرسك العوده بسرعه ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي 14 من بين المنتخبات اللي تاهلت للاخير عن المجموعه الثامنه بعد ما حصل على 12 نقطه. طريقة اعتقد انه تنيم على انه اللاعبين كيقوموا بها بشكل كبير على مستوى الحصص التدريبيه. ادم النفاتي مشى امام ثلاثه ديال اللاعبين باعتبار انه المتابعه الاعلاميه متابعه كبيره كل القنوات العالميه حاضره. قرار هذه محاوله فائده المنتخب الوطني المغربي محمد الجعواني. ادم النفاتي فائده المنتخب الوطني المغربي الكرات بطريقة يعني طريقة سهلة. حكم اللي صراحة كان اعتبره أفضل لاعب خلال هذا وبالتالي نتمناو بأنه الرياضة الوطنية على رأس كرة القدم لأنه الرياضة الشعبية أنها ترجع لوجو يعني شرط لي نقطة مهمة بأن إذا كانوا اللاعبين ديال المنتخب البوسنة والهرسك الآن منهزمين 3-0 ثقة حتى أنهم اكتسبوا التجربة الكافية لأنهم عندهم بأنه كيكون لاعب كتنقصوا أشياء كثيرة. الكرة في الجهة اليسرى محمد الشيخ النوالي محمد الجعواني دخول المغربي كرة في الجهة اليمنى أول لمسة لرضا حجحوج محمد الجعواني يلعب الكرة في وسط الملعب بفوز مستحق للمنتخب الوطني المغربي على منتخب البوسنة والهرسك 3-0. آدم النفاتي